بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله عندنا هسا علوم فيزيائية، لازم نشوفوا باش نحلوا القسيمة تاعنا هذيك. كنا عم نرجعوا القسيمة، قبل ما نشوفوا القسيمة إن شاء الله كاين طلبة اللي ما حضروش الدرس تاع بنية الذرة، اسمها هذيك الكلمة على بنية الذرة وداخل فيه التكامل. تمام، كيفاش نفهموا مليح بنية الذرة؟ ربي سبحانه قال في سورة الزلزلة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عز وجل ذكر الذرة هذه لاطوم، ذكرها في القرآن الكريم في سورة الزلزلة. يعني يفهم الذرة كيفاش تخدم، ولما كونت الذرة فهذا نموذج مشهري يقابله نموذج كوكبي، هو كيف تطوف الكواكب حول الشمس. إذا عندنا الشمس تطوف حولها كواكب، إذا هذاك نموذج مشهري. فماذا عندنا؟ نستبدل الشمس بالنواة للنويو وتطوف حولها إلكترون، هو الإلكترون. تمام، بون، نبغوا نسالوا شيء يضرب، نقولوا الكعبة ويطوف حولها الحجاج. تمام، إذا حنا الذرة واش هي؟ هذه الذرة نشرحها، هي نواة تحوي على جسيمات موجبة اسمها البروتونات والنيوترونات. الحقيقة تقراو سنة أولى ثانوي إن شاء الله في الميراني، أولى ثانوي راح تفصلوا فيها، راح تقراو البروتون والنيوترون. هذا بروتون وهذا نيوترون، هذا نيوترون وهذا البروتون، لأنه بروتون هذا شحنته موجبة، وهذا شحنته موجبة، وهذا متعادل كهربائيا. على خلق ربي سبحانه النيوترون هذا يسمح بتماسك بروتونين يحكمه، لأنه موجب كنا إنسان قال قول تمام. دونك هذا كيعكس الله كور، النيوترون متعادل كهربائيا، ما هو موجب ما هو سر. طيب هذا واش يتواجد داخل النواة؟ حنا مانيش نقراو في التفسير هذا البروتونات والنيوترونات، واش نقراو؟ نقولوا باللي كان النواة شحنتها واش بها؟ موجب، تحوي على بروتونات شحنتها موجبة. البروتون هذا اللي شحنته موجبة، القيمة تاعو تاع البروتون هي زائد 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولوم. السي هذه جات من لومو كولوم، كولوم نسبة للعالم كولوم، كولوم ساسيكي كومسا كولوم، كولوم هذيك بي الاخر، مي اون برونس با لتر بي، اون دي با كولوم. On dit colombe, mais on ne prononce pas la lettre B. Donc, quoi? Dans l'arabie, je me dis que vous avez un peu de colombe. Alors, je vais vous dire que vous avez un peu de colombe. Si vous avez un peu de colombe, vous avez un peu de colombe. 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 ونجيبوا مثلا مسطرة بلاستيكية هي نسميوها ايبونيت، ندركوها ثم نقربها إلى قصاصة الورق. فماذا نلاحظ؟ نقربها مش نلمسوها مش نبعدوها، قريب نقيس مثلا الورق انجزها قصاصة الورق. شكون اللي خلق الانسجام؟ شكون القوة اللي خلقت هذا التجربة؟ هي عملية عملية هي شكون؟ الكهرباء هذه اللي تخلقت اللي تنشأت من واش؟ من عملية الدفع. شنو الحصيبات؟ قلنا عملية اكتساب الالكترون، تسمى اصبح الشحون سلبا ايبون. ثاني هذه شغل نعطي طرق التكهرب. مالك نرجعوا للدرس تاع الذرة، هذه الذرة، الذرة واش هي؟ قلنا هي نواة، هاي الكعبة تاعك، هاي الشمس تاعك، تطوف حولها الكترونات عبر مدارات وهمية. في الحقيقة المدارات هذه اكزيست بلير هما كان. هذه الذرة تشوف الذرة، هذه لاطوم الذرة، هذه الذرة لاطوم. تمام؟ اسمها لاطوم. ايه؟ إذا هنا تتواجد الإلكترونات تطوف حول ماذا؟ حول النواة عبر مدارات وهمية. هذا هو الحقيقة، الحقيقة النموذج الحديث عن أينشتاين هو اللي دار النموذج الحديث. بس بالنسبة لكم أنتم تقراوا بالطريقة الكلاسيكية، بالطريقة القديمة، وتقولوا يقولوا لي الذرة هي نواة شحنتها موجبة. إيه؟ والالكترونات
الطريق هذه سيدي بيست، هذا كيما دي بيست تاع الصفاط، واش تيكون اللي جاي يجري مع الدائين في الصفاط كيمشيو بالطريقه كيما هذه. هذه بيست هنا تتواجد الالكترونات، على شكل اقطاب، كما الاقطاب تاع الساعه هو سموها اقطاب، لانه الساعه الحاله ما هي قد اي ربع اي نص اي غير ربع، هذا سموها اقطاب، هذا توسع الالكترون. الطريقه هذه الالكترون هذا قاعد كيف بروتون عنده نفس القيمه، مش الفرق بينه وبين البروتون؟ هذا زائد ضفر ناقص. الأس اللي قاعد تشوف فيه 10 قوة ناقص 19 يدل على الصغر، لا يدل على الإشارة. وقت تسيبه قلت له هاي شو البروتون، قلت له أستاذ راهي موجبة، قلت له هاي موجبة. قلت له شوف هكا غلطت هكا درت ناقص. هنا هذا التمييز، فاهم شو معنى كلمة الشحن؟ الإشارة إشارة عدد هي إشارة المعامل تاعو. هاي المعامل تاعو. فأس ناقص 19 تدل على أنه صغير، عنصري صغير جدا. طفيف. أمين. دونك حنا واش نشوفوا هذا؟ كي نشوفوا الذرة هذه نخيلوها عبارة عن بيلة. أنا درتها بالطريقة هذه وكأنها بيلة، شوف. فيها قطب موجب وفيها قطب سالب. الذرة قاعدة كيف بيلة. الموجب تاعها ولا شيء موجود في النواة. شكون فيها شيء؟ الطالب الذكي يفهم واش قاعد ناطق. النواة اسمها الموجب موجود في النواة. والسلب والمجي موجود، مش الكترون، مجموعة ديزيكترون، لونسومب ديزيكترون، مش الكترون واحد، لأنه ذرة، ما فيهاش الكترون واحد، على حساب كل ذرة عندها الكترون تاعها، عدد الالكترونات تاعها كان فيها زوج، كان فيها واحد، كيما الهيدروجين فيها واحد، كيما الأكسجين فيها ثمانية، كيما الكربون فيها ستة، كيما الصوديوم فيها عشرة، كيما البور فيها عشرة، كيما الصوديوم قلنا فيها 11، فهمني، كيما الألمنيوم فيها 16، وربما كل ذرة تختلف كل واحدة والرجالة تاعها، كل ذرة تختلف بعدد الإلكترونات تاعها، هذيك الحاجة اللي لازم تعلموها الأولاد والمشاهدين. في كل ذرة، علاش قلنا تعادل كهربائي؟ عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات. يعني إذا كان عندك ذرة مثلا فيها زوز إلكترونات، افهم بلي داخل النواة تاعها راه كاين زوز بروتونات. شفت التعادل ده؟ تعادل من ناحية العدد، من ناحية الكم، زوز زوز. تعادل من ناحية والاختلاف في الإشارة، نفس القيمة والاختلاف في الإشارة. باش كينيش ما واش تلقى صفر، هي تقول الذرة متعادلة كهربائية. أنا ما نقولوش إلكترون، نقولو مجموعة إلكترون، مجموعة. إذا الذرة قاعدة كيف فيه لابيل، كنت جبت لكم درك لابيل تاع الساعة، غتلقى فيها موجب قطب، موجب قطب، قطب سالب. بلا ما ذا مشحونة، فهمنا؟ واضح. هذا السؤال اللي يروحوا فيها الطلبة كل شيء، الذرة ترى مشحونة ولا غير مشحونة؟ قال لك غير مشحونة، ماهوش فاهم. هي مشحونة هذه قاعدة تقول تو فيها تو فيها إلكترونات. لكنها متعادلة كهربائية. الشحنة تاعها الكلية معدومة، لأن مجموع الشحن الموجبة تساوي مجموع الشحن الميزان، الميزان عند السبب. مش معنى كي عاد المؤشر تاع الميزان عند السبب معناها الكفتين فارغين. كاين منا كيلو وكاين منا كيلو بنان ولا كيلو بطاطا. فهمنا؟ لكن كي عاد المؤشر في السبب مش معناها أن الكفتين فارغين. المؤشر في السبب لاحظ يا شيخ عينيك ماهوش معايا. كيفاش؟ عينيك معايا يا شيخ. واش قاعد تشوف يدي؟ مادام المؤشر في السبب واش معناها؟ معناها المقدار تاع الكفتين راه متعادل. كيلو 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 كيلو. زيد لكم مثال هذا، الجزائر لعبت مع مصر، داروا سكور 2-2، شكون اللي ربح؟ شكون اللي خسر؟ باش نقولوا نول 2-2، واش معناها نول ولا تعادل؟ كيف ذا؟ مش كي عدلوا نول معناها سكور 0-0، نقطة نسميوه تعادل إيجابي. كاين أهداف تسجلت من ماركاو 2 بيت ومن ماركاو 2 بيت. شكون اللي ربح ما كانش؟ شكون اللي خسر؟ ما كانش، بصح نقولوا نول. كيف ذا؟ مش معنى ان الذره كي عاد الشحنه تاعها الاجماليه 0 كولوم معناها انها ليست مشحونه، هي مشحونه لكن عدد الشحن الموجبه يساوي عدد الشحن السالب. دونك كي قالت الذره غير مشحونه ما فهمش الدرس تاعها. هناك شحن موجبه وهناك شحن سالب. تمام. اذا انا كوني سقسيني استاذ، يقول لي ما هي شحنه النواه؟
لاحظ لا تشبعها الفتاة قالوا بجزيد فمولاك بجزيد فمولاك خلي الإلكترون هنا نزوم برمز ناقص هنا ناقصة باش تفهمولاك انتش هاد الإلكترون هذا واحد اثنين كار أربعة خمسة ستة سبعة أروح نديك كنا سبعة وجبين باش تفهم أخويا بليش ناقص زوج ربعة ستة سبعة أو شخص إذا كان في ذرة توجد سبع إلكترونات أو سبع جسيمات سالبة افهم بلي داخل نواتها توجد سبع جسيمات موجود هذا هو التعادل أنا ساعات مش نشرح التعادل بوجه بالطريقة هذه شوف أو التعادل نشرحه بالطريقة هذه بميزان كما درت لكم الدرس شفتوا ولا ما شفتوش طبعا هذا فرصة للطلبة اللي ما حضروش الفيزياء راهي فرصة لكم ها المؤشر نتاعك عند السبع ها شفتوا دوك انت كي تشوف مؤشر الصفر كورون واش تقول انت اللي قلت؟ متعادلة متعادلة اش معنى الكلمة؟ معنى عدد الشحن المجرى يساوي عدد الشحن 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 نظن برونس كيلو كيلو بوزيتيف ايغال كيلو نيجاتيف معنى عدد الشحن المجرى يساوي عدد الشحن وراح تسمع لي اش راح ندير؟ هذا شنو؟ قلت لك الموجب خمسة قداش تدير السبع خمسة تعادل ولا مش تعادل؟ تعادل المؤشر عن السبع بط نطرح السؤال تاع ذكاء راح نطرح السؤال تاع ذكاء شكون يحسب لي الشحنة تاع الكفة اللي على اليسار؟ نشوف ولاد اسكو فهمت ولا ما فهمتوش؟ هذه ذرة فيها قداش الكترون؟ خمس الكترون وقداش فيها؟ قداش فيها البروتون يعني شحنة مش وعيدوا انتوما بالنسبة لانتوما السنة الرابعة والمتوسط ما يقولوا لكمش البروتون واش يسميوها شحنة عنصرية مش أو شحنة عنصرية سالبة تقول لك سالبة سالبة احنا نسميوها الكترون بصح الأخرى نقولوا عدد الشحن العنصرية مش بكم زائد خمسة بصح ما نقولوهاش بروتون سنة أولى ثانوي تقعدوا تقراوها بروتون لكن واش لاحظنا قلت بحكم التعامل مع الأسباب تقريبا تاع الولاية كل بعض الاساتذه يقولوا الشحنه العنصريه الموجبه واش يقول كيقول الشحن شحنه البروتون تسمى يقول الطلبه تاعهم يقولوا البروتون دونك انا سي بور سا راني قاعد نقول البروتون باش كيسمعها من الاستاذ تاعك ما تهجش فهمت دونك في داخل نواه هاي زين فصل هاي نواه داخل نواه هذا راهو بروتون راني نكتب بروتون سينو سوا في الطفع اما خارج النواه مش باش يتواجد يتواجد الكترون واش رمز الكترون هو او ناقص القيمه تاعو كم ناقص 1.6 ناقص 19 كولون طب ذكي واش يتلقى انه الالكترون في زوز يشترط ناقص ناقص تحت يعبر عن الشحنه من سالب الشحنه تاعو سالبه والناقص فوق يعبر عن الصغر يعبر على الصغر اما شحنه البروتون او الشحنه العنصريه مجبره زائد 1.6 في 10 قوه ناقص 19 كولوم استاذ ما هو الفرق يا استاذ انا غادي نبداو في الفرق الفرق ما هو الفرق بين شحنة الالكترون وشحنة البروتون الفرق بيناتهم في الاشارة لا هذا سالب وهذا موجب انت كطالب واش تحفظ تحفظ هذا القيمة هذه تحفظها 1.6 في 10 قوة ناقص 19 تحفظ ثاني حاولوا تركزوا معايا يا حمودي حاولوا تركزوا ركز ماكس ماكسيموم انا طرحت لكم سؤال قلت لكم أنا داخلي نحسب شحنة هذه الكفة يعني اليسار داخلي نحسب الشحنة تاع الكفة على اليسار هو السؤال في الكيش ما يقولكش احسب الشحنة تاع الكفة تاع اليسار يقولك مثلا ذرة يقولك مثلا تبيت مثلا يقولك ذرة هذا مثلا يجي في الفرق تحوي على 6 الكترونات وش هو السؤال؟ احسب شحنة الإجمالية إجمالية شو قصدي هذا الكفة شو على الإجمالية مثال السري ثم أحسب الشحنة الإجمالية الموجب بعد استنتج شحنة الذر أنا هنطرح عليكم سؤال الكيلو تاع البطاطا ب 6000
عاود معايا 3 كيلو تاع البطاطس سلام تجيو تحسبوا لي 5 كيلو باش يجيو راه دير لي بيجي بول تاعك وفهمك شتو شتو 5 ب 6 30 صح سهل مسألة تاع سنة ثالثة ابتدائي ولا رابعة ابتدائي ديك على بالك بلي كي هذا النقص هذا هو الكترون وعلى بالك بلي الشعله تاع واحد برك هي ناقص 1.6 في 10 هو ناقص 19 كرون قلت كي نحسب لي الشعله تاع الكفه كل واش دير؟ نحسب لي واش عندي الكترون نحسبهم مع بعضنا 1 2 3 4 5 اذا عندي 5 الكترونات صحيح؟ وكل الكترون هاي الشعله تاعو هاو قداش يسوى؟ الشعله واش كقيمه واش ككتله؟ سي با لاماس لاماس انا نقصد بها الكتله سي با لاماس هي الشعله طبعا التريسيت يقول لي الشعله معناها التريسيت معناها الكهرباء اوكي صلي واحد دونك شنو غادي نقول شنو هو السؤال واش نقول نجاوب ولا لا نقول الشعله الاجماليه السالبة نقطتين نزولها بربع ساعه كيلون مو ايغال تامر قداش عندي الالكترون خمسه ها خمسه شو ما تقولي الشيخ مين جبت خمسه احسب عندك خمس الكترونات خمس دبانات زز ولا خمس خمس نحلات ذره ذره قال لك يا عيش بوزن زز يدور على الدار تاعك اذا بدو تخيلوه لكن الفرق بين هذا وهذا كان حوايج ما نعرفهمش انه الالكترون لا يرى بالعين تسمى علاه لانه السرعه تاعو سريعه جدا السرعه تاعو تصل الى 3000 كيلومتر في الساعه لا يرى كانوا العين اسمه العين كروكس دار واحد الانبوب اسمه انبوب كروكس ودار ضغط عالي غير باش يشوف الالكترون لم يرى الالكترون راى الاثار تاع الالكترون سبحان الله رب العالمين سبحان الله سريع جدا هذا زعما دار ضغط عالي، علاه نقولوا ضغط عالي؟ علاش؟ يعني كان عزمة إلكترونية كبيرة، غاشي تاع الإلكترون، وما شافهمش. سمعت واحد يقول فات عليا، شفت غير الريح تاعو، نظر لوجه، لا، لابيتاس تاعو، السرعة تاعو، سن. من كثرة لابيتاس، لم يرى، شاف غير الغبار تاعو. فهمت؟ بون، إذا الخمسة في شحنة واش؟ نفتح قوس، في شحنة الإلكترون الواحد، تبعو. واش هي شحنة الإلكترون؟ هاو قال أروح ندير لهم لون مختلف، لون أحمر، ناقص 1.6 10 هو ناقص 19 بزاف طلبات هنا وما يعرفوش يحسبوا لهم ما يعرفوش يخدموهم ورد بيت قيس 10 أصلا ما تقيسش كي تضرب هذا في هذا واش دير؟ تضرب الجزء الصحيح الجزء الصحيح يعني كتاب العدد العشري في 5 10 هو ناقص 19 نحتفظوا بها ما يقيسوهاش ما تقيسش اجبرني انا حاسب اضربوا 5 في 1.6 الناقص ما يديش واش 5 في 1.6 كم؟ 8 في 10 هو ناقص مبروك عليك هذه هي الاجابه الطريقه اللي راك كسبت الشحنه الاجماليه السلبي يعني يحسب لنا الشحنه تاع الكفه هذيك ذات اللون الازرق لا تربع لي السؤال احسب الشحنه الاجماليه الموجبه يعني كفه اللي على اليمين شوف الطلبه اللي قالوا غير الاشاره راهم ممتازين راهم فاهمين اما الطلبه اللي مش فاهمين واش يدير يزيد يعاود العمليه يقول لي نضرب خمسه في شحنه البروتون الواحد هاي شحنه البروتون هذا واحد يسوى زائد 1.6 في 10 قوه ناقص 19 كرو يعني نقول لك انا مثلا عندي زدت الزيت 5 كيلو طماطم والبري تاع الطماطم ب 6000 قلت استاذ مالك كيما البطاطا نقول كيف كيف تقول لي الشيخ نفس البري تاعي في التالي بصح الفرق بين الشحنه السالبه والشحنه المشبوشه ناقصه والدليل على ذلك اسمها الشحنه الاجماليه سالبه واللي اسمها الشحنه الاجماليه مشبوشه دونك شنو نديرو؟ نزيد نعاود نكتب العنوان الشحنه الاجماليه الموجبه ونكتب كيلو بلوس وندير زائد 5 في زائد 1.6 في 10 قوة ناقص 19 ونكتب النتيجة تساوي 8 زائد 8 في 10 قوة
هو نقص صفاته دون إجراء عملي. فهمتوا ما فهمتوش؟ بعد راه السؤال تاع الذكاء يسد الشعلة تاع الميزان كل ميزان واش فيه؟ متعادلة متعادلة شعلة الذرة هل معناه كعادة الذرة متعادلة كهربائيا؟ معناه ليست مشهورة؟ لا شكون؟ الخطأ يرتكبوه الطلبة يقول مادام الشعلة تاعها صفر معناه راهي شبيهة ليست مشهورة ميزان فيه في بضاعة ولا ما فيهش بضاعة؟ فيه ولا الكفتين فارغين؟ فيه شعلة الذرة هو في الحقيقة واش ندير؟ نجمع كيلو بليس زائد كيلو مور كنا في الرياضيات بلي مجموع عددين لهما نفس القيمة ومتعاكسين في الإشارة مجموعهم هما معدوم هذا شنو لازم ندير واحد الصفر؟ نرجع نستخدم الذرة كهربائيين ومن الأحسن أنك تكتب التعليل تحت علاش؟ لأن عدد الشعلة يساوي عدد الشعلة سي بوسان نقولوا الذرة متعادلة عدد الشعلة الموجبة يساوي عدد الشعلة تمام إذا نبقاو دوك نقولوا ثلاث أفكار نعرفوا بها الطالب على الذرة كون يسألني واحد يقول لي ما هي مكونات الذرة؟ لما تتكون الذرة؟ تتكون الذرة من نواة وإلكترونات هل الإلكترونات ملتصقة بنواة أم تطوف حول النواة؟ هل رمز الإلكترون هل هو أ ولا ناقص أ ولا أ زائد ولا أ ناقص؟ أ شو هذه الإجابة خاطئة؟ أ غلط ناقص أ غلط أ بلس غلط أ موان صحيح إن شاء الله تقراوا سنة أولى ثانوي تقراوا بلي شعلة رمز البروتون هو أ بلس تقراوا إن شاء الله في الليسي تمام بروتون هو رمز بي بس علاه قلنا رمز البروتون هو أ بلس علاش؟ لأنه له نفس القيمة تاع الإلكترون والاختلاف في الإشارة دونك نقولوا أ بلس تمام ما نقولوش علاه واش الفرق بين إلكترون وبروتون الإشارة لو نفس القيمة يعني عندهم نفس أ بصح الآخر ناقص الآخر زايد دونك الآخر نسميه أ ناقص والآخر نسميه أ زايد هذه ما تقراوش في كاتريم إن شاء الله من الليس إن شاء الله تقعدوا تقراوا بلي البروتون أ بلس تمام سؤال واحد آخر يجينا سؤال تاع ذكاء يفهموا غير الطالب الذكي واش هي يقول ذرة تحوي على 6 الكترونات نرجع نفس المثال على 5 الكترونات تمام يجيك سؤال يقول لك احسب شحنة النواة احسب شحنة كاع النواة دونك انت واش دير اطرح السؤال نفسك النواة روح وين هاي النواة النواة تقول لك قال لك يعجبك وش هو كورية تفتحها هي ما تفتحش علاه كل ما دايما نقول لكم البنات لا زيادة ولا نقصان الموجب ما ينتقل ما يدخل علاش؟ بيسك راه انتم داخل النواة يصح النواة قاعدة كاع ما تكسرها وفتحها واش تعيد؟ هاي النواة نفتحوها النواة ماما ما تفتحش قاعدة كي الكورية لما نفتح النواة هاي النواة المي صافي لكم صافي هذه إيكغيك من واي هذه النواة كي نفتحها الداخل نلقى فيها جسيمات هذا الموجبين خذا من النيوترونات نقراو جدا في الأولى ثانوي جسيمات صغيرة شحنتها موجبة قيمتها زائد 1.6 في 10 قوة ناقص 19 كولوم هذا واش كاين داخل داخل النواة الداخل كي نفتح هذا كي العظمة نكسر نفتح ها واش فيها النواة الداخل جسيمات دقيقة شحنتها موجبة. أنا جاني السؤال قال لي أحسب شحنة النواة. السؤال هذا قدرناه كبير وكأنه قال لي أحسب شحنة الكفة اللي على اليمين. قداش فيها الكترون؟ نحسب. 100 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك شحنة النواة
كل واحد سبع شهور النواتي يقول الشيخ ما قريتهاش وقد يقول الشيخ ما قريتهاش وانا قريت النواتي قريت النواتي شحنات وموجبه بس بالي شفتها هذاك كيفاش شفت كيفاش بس ما كنتش تسمع حتى كيكون انشط حنا كنا عدد الالكترونات يساوي عدد مش كاين داخل النواتي جسيمات الموجبه مادام انا عندي قلت ذره جسم الذره عفوا تحوي على 8 الكترونات دونك عندي 8 بروتونات فهمتوا ما فهمتوش فهمتوا ردي باش تفهموا مليح قاعده كي القسم عدد الذكور يساوي عدد الاناث هنا انتوما كشنو انتوما البروتونات انتوما الداخل والولاد هما تفضلوا قاعد برا ولا قاعد كيسوا بلا ضربه تفضل تدخل داخل دونك انتوما اذا كان قلت لي مثلا عندي 10 الكترونات تسمى دونك عندك قداش عندي بروتون 10 هذا الدرس يتحفظ اذا شو واحد النواه هي الرمز تاعها كيلو بلوس ايكال قول لك قداش عندي في شو هذا البروتون واحد هاي في 10 قوه ناقص 19 كيفاش واش وصلني الاستاذ كاين واحد غريب جدا واحد وصل هذا الضرب هذا ديالها وهذا ديالها ويا في حنا التوزيع نديرو على الجمع ما نديروش على الطرح ما نديروش على الضرب توزيع الضرب يكون على الجمع والطرح اليوم عندك الجمع والطرح ما تكفي دونك تضرب هذا في هذا اضرب 8 في 1.6 كمل واحتفظ ب 10 قوة ناقص بس كيفاش 12.8 بزواج بالزايد كان واحد الحاجه نقولها لكم اللي يصلحها غير الطالب ممتاز ويشفع عليها الطالب ممتاز هي كتاب علمي دائما انتم مادام عطاكم الشحنه تاع الالكترون كتاب علمي لازم تردوا النتيجه كتاب علمي وزيح الفصل نحو يسار شفتوا شنو قلت لكم لما زيح نحو اليسار واش ندير نزيدوا واحد دونك ترجع 1.22 ناقص 19 كي تزيدها واحد شنو عندك تقول لي ناقص 20 ناقص 19 زائد واحد مختلفة بالإشارة ولا غاديش نطلق 1.22 في 10 قوة ناقص 18 هما نقولوا ناقص 19 نزيدوا لها واحد هل العدد مختلف بالإشارة ولا متشابه بالإشارة؟ 19 تزيد لها واحد 18 ونفس الإشارة تطلق ناقص 18 وما نساوش دائما الوحدة سي كولون مريكلا دونك هذا شوف السؤال تاعك احسب شو عندنا عطاك الالكترونات وقال السؤال نوع اوكي هل ترى هل تعرف انت بلي واش كاين داخل النواة هو نفسه واش كاين اللي يطوف حول النواة اذا مادام هذه هو قال الذرة تحوي على 8 الكترونات دونك الداخل عندي 8 بروتونات مادام عطاني 8 ذكور معناها الداخل عندي 8 نساء 8 بنات كل طفلة هاي قداش تصوت واش بيضرب 8 في زائد 1.6 باسكو البروتون في طبعه راهي شحنته موجبه شكون ما فهمش الولاد عليه الموجب ما ينتقلش لان الموجب ما ينتقلش يتواجد الموجب داخل الدواء ومكفول عليه يلا هنا نقولوا التكهرب شنو هو عمليه فقدان او اكتساب للالكترون يعني السر ما قلناش فقدان او اكتساب للموجب هون البروتونات تتواجد داخل الدواء مكفول عليه واضح هضرنا ثاني حاجه على شنو هي التوري تاع القسيمه قواعد التجارب والتناغم تكلمنا عليهم قلنا يكونوا عندنا جسمين من نفس الشحنه ثم يلا موجب 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 سلب 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 سلب
مش مش شو يصرف؟ طلاق. نعم. إذا من نفسي شو عنا؟ طلاق. ماذا يحدث؟ طلاق. مختلفين شو؟ تجاهل. الشفوع اللي احنا بكري كنا الخوة ميتلو الخوة ميتلو في لعبة يكون زوز خوة ماذا بينا بدنا فرقوه روح انت الفريق A وروح انت الفريق B تسكي يقول لكم في الفريق ميتها هوجي الزوة انتم هم تلعقوا البطن تاك قيل انا وش عديس قيل انا تمام انا وش عديس تجرب صح قيل انا احبينت هنا تجرب تجربة ظروف رمزها الأشهر بعضها ما لها يتجرب سلب موجب سلب سلب هذه ثاني دخل مرفلي ذكينا مثل عادة كي ما عطيك تمرين ما عطيكش تمرين هيك بطريقة بسيطة جدا بسيطة جدا ما عطيك تمرين فيه شوية حيلة وقلت مثلا إذا كان عرفها ندير كيك مثلا نقول هذا شعلته هو موجب ودير كيكا بي فضل انت يطلع وش رايك وش هتكون شعلة تاع بي تمام وش هي تمام الشعلة الشعلة يعني موجب ولا سب نعم على لأنه متناغم مش بعد بعض إذا ملاحظ في الشكل أن الكوريتين شبيهم متناغم مادام الكوريتين متناغم معناها أنهما نفس الشعلة ولا شعلتين مختلفتان مادام هذه موجبة بس مش تكون هذه موجبة 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 صح راكم جبتوها فيكم وجبتوها على لازم يكونوا من نفس مادام تناغم مادام تناغم مادام هذه موجبة وش تكون هذه موجبة قلت لك سلبة وش معناها؟ هنا وش حيدو حيتناغم تكون هذيك شكل كيما هذا ونعطيك مثلا هذا سبب فيه صح لانه بين موجب والسبب وش يصرى بلا هنا تمام جميل واغلى نعطيكم سؤال كاين واحد طفلة اسمها ايمان قالت لخوها قالت لها مادام الذرة متعادلة كهربائيا فلا شحنة لها تفضل انت هل اصابت ام اخطات ايمان؟ ايش رايك؟ قلت له مادام الذره كنت عايقه كرهي ليش مشهور؟ هل اصابت ام اخطات؟ نعم؟ قلت له اصابت فهمت السؤال ده؟ وضرب فهمته؟ صح احسنت اذا مادام هي اخطات علاش؟ قالت ايمان لاخيها ما دامت الذره متعادله كرهي فلا شحن لها أخطأ الذرة متعادة كهربائية هي مشحونة لكن عدد الشحن موجبة واحد سمع بليتير مع مصر داروا النيل دودو وسمع دودو قالوا مادام داروا النيل ما كانش أهداف تسجيل هل هذا صحيح ولا خطأ؟ دودو وش معنى دودو؟ زوج منه ما كان أهداف تسجيل لكن التعاد وش معنى؟ أنه عدد الأهداف يتسجد من؟ روش بلا كم تعب أمين والله طيب سؤال الإلكترونات هذا هل متواجدة داخل النواة ولا متواجدة برا؟ مدام متواجدة برا هذاك معلومة اللي احنا نديها لكم فهي المسؤولة على نقل التيار الكهربائي في المعادن هي دقائق صغيرة هي دقائق ثلاث دقائق كم دقائق معناها؟ ثلاث دقائق حبيبات هي دقائق مسؤولة هي المسؤولة على نقل التيار الكهربائي في العالم. معناها نقولوا مثلا البلاستيك ما ينقلش علاش؟ فيسك؟ اش فيه؟ ما فيش هو عازل علاش؟ البنية تاعو منكسرة. تقراوا ان شاء الله في الثاني الفليزي كاين فرق بين وش الفرق بين جسم العازل وجسم الناقل. الناقل كما نقول لك عنده طريق تسمى ديك الطريق تمشي به تسري به.
عكس الجسم العازل اللي كثرت تسمى البنيه تاعو فيها الطريق تاعها منكسره تسمى ما كانش ما ينتقلوش. وانا جاي شفناها اللي حبيتها قلنا شفناها في الحراره. انت كي تجيب لي فرشيطه وتديها مثلا تديها للطابور بعد مده زمن يمشي اسمها يدك تسخن وش يصير الحراره تنتشر ساعه تنتقل هيك بعد هيك بعد تريسيتي تنتقل بعد يدي تسخن علاش؟ بس انت كون مثلا تجيب لي خشب ولا تجيب لي مصر روح سيو تحرك سيو مصر حطوها في الطابور بتشعل من هنا ويديك ما تصلها ولا تتربط على لانه المصر غير عازله غير ناقله كيما عازله الحراره هاي عازله اللي حبيبها في الانتشار تاع التريسيتي او النقليه يشوفها بالحراره فهمت يشوفها بالحراره وفي بالكم نشوفوا القسيمه تاعها عطونا نشوف القسيمه شوف القسيمة تاعنا شوف القسيمة تاعنا شوفوا مليح هذا التمرين الأول نقراوه مع بعضنا اختر إجابة ساعة من بعد ديروا بوز ديروا بوز الفيديو وشوفوه مليح ها أو سعيد لكم هكا الفيديو اني راكم فات على الطلبه باش ما نضيعوش الوقت الاولاد ونبداو نجاوبوا مباشره انت مين راه نبداو نجاوبوا مباشره بسم الله حتى التقسيمه تاعك الدم الفيديو هذا اللي درناه لطلبة سيتو اللي جاو جدد نعاودنا الدرس هذا اللي خدناه من قبل وشفناه لكن عاودنا باش الطلبة تاعنا ان شاء الله اللي جاو معنا باش ينجموا يحلوا القسيمة يعني بهذه المعلومات تنجموا تبداو تحلوا القسيمة تاعك نقول دورها واضحة لابيس واش لابيس مريم واضحة مريم ركزوا معنا مليح ركزوا معنا مليح نبداو التمرين رقم واحد اختر الإجابة الصحيحة، يعني كان الإجابة راح تشتم عليها وإجابة راح تخليها. الذرة متعادلة أو غير متعادلة؟ الذرة متعادلة. الذرة راح تشتموا على كلمة غير متعادلة، تسمى باش ما تضيعوش الوقت. شتموا على غير متعادلة، خليوا الذرة متعادلة كهربائية. باش نبيع علاش البرد؟ لأنو عدد الشحن الموجبة يساوي عدد الشحن السالبة. كي نجمع أنت الشحن الموجبة تزيد لها الشحنة السالبة واش تلقى؟ تلقى صفر. متعادلة كهربائية معناها شحنتها قد الشحنات تاع الذرة واش هي؟ صفر كولوم. باش تسيك واحد واش هي الذرة متعادلة كهربائية؟ هذا تعبير لغوي ولا رياضي؟ لغوي. شكون يسيك واحد يقول واش هي الذرة؟ واش القيمة تاعها تاع الشحنة تاعها؟ صفر كولوم. تسموش انا كي نشوف صفر نقول ماهيش مشحون. نيش لا صفر؟ متعادلة. كيلو بلوس زائد كيلو موان. شنو هو تلقاهم صفر. كتلة الالكترونات صغيرة جدا او كبيرة جدا امام كتلة النواة. تفضل. بعد كتلة الالكترونات هذه ما شفناهاش. قلتها لكمش كتلة. ولو انه الكتلة تاع الالكترون تسمى نتكلموا عليها بزاف في الاولى ثانوي ان شاء الله. ما عندناش نديروا بها في الكاتريم. الكترون الكترونات الجمع صغيرة جدا أمام كتلة النواة باش تفهموا مليح ولاد الهضرة هادي هاي النواة قاعدة كي الموتور تاع الفريجيدار وهنا واش هو الكترونات صغيرة جدا ها شفتوها ولا لا ما تشافش فكتلة الذرة من كتلة النواة نعطيك مثال تفهموني مليح كي نشترو فريجيدار فرق فريجيدار فرق قال باباك هزي معايا الفريجيدار انت كنت تحب تكون في حيل اسكو تجي جهه الموتور ولا تجي من جهه اخرى شكون حيل لانه الفريجيدار كل فرق قاعد كي اسمع ما كاينش مخزنه فرق
بص كنت التحاولي جاء تحت غريب هكيك بعد الولد نواد كنت ذرة الذرة كل الكتلة تاعها متمركزة في قلب نواد نواد تحت ما كانوا شي من نواد يكون أغرية كبيرة أمين اللي فيها داخل الطرق هناك وأن يطرق أمين هذه الأضرة ما تركوش تاع الكتلة تسحقوها في سنة أولى سنة ما تكونش ديروا بها الإلكترونات هل تدور ولا ملتصقة؟ تدور ليست ملتصقة إذا شكوا على ملتصقة ملتصقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.